أول وأهم أنتي كواجولانت هو الهيبرين. الهيبرين التركيبة بتاعته الكيميائية صلفيتد ميوكو بوليساكارايد، صلفيتد لأن فيه سلفر، ميوكو هنلاقي فيه ال NH جروب وال COOH، بوليساكارايد لأنه فيه عدد كبير جدا من البنتا ساكرايد سيكونس، شايفين ده؟ كربوهيدرات 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 كربوهيدرات، السيكونس ده متكرر عدد N من المرات، وعلى حسب عدد مرات التكرار بيبقى المولكيولار ويت بتاع الهيبرين من 3000 لحد 30000، في حتت منه قصيرة في حتت منه طويلة، وعشان كده سميناه الانفراكشنيتد هيبرين لأنه ميكتشر من أجزاء بأطوال مختلفة. أهم صفة كيميائية في الانفراكشنيتد هيبرين إنه بيحمل نيجاتيف تشارج، لأن هي دي هتبقى الميكانيزم أوف أكشن بتاعه. إيه الفارماكولوجيكال أكشن اللي بيعملها؟ الهيبرين اهم اكشن له انه انتي كواجولانت، بينكتيفيت الاكتيف كلوتينج فاكتورز، واهميه النقطه دي ان معناه ان هيبقى الاكشن بتاعه immediate. ايه الفاكتورز اللي بيعمل لها انكتيفيشن؟ فاكتور الدين الاكتيف اللي هو الثرومبين، فبنسميه انتي ثرومبين، ده المين اكشن. الهيبرين بالنيجاتيف تشارج بيمسك في الانتي ثرومبين 3 اللي بتينكتيفيت الثرومبين، ومش بس الثرومبين، وكمان بتاكتيفيت فاكتور 10 الاكتف، وده التاني في الاهميه، وبتاكتيفيت كمان اتنين تانيين فاكتور 9 الاكتف وفاكتور 11 الاكتف. يبقى الهيبرين عن طريق الانتي ثرومبين بينكتيفيت فاكتور 2 و9 و10 و11 الاكتف، والاكشن ده ممكن يحصل ان فيفو وان فيترو، ان فيفو داخل الجسم وان فيترو في انابيب الاختبار. الاكشن الثاني لايديميا كليرنج فاكتور. يعني ايه لايديميا؟ البلاد فيسلز بيبقى ماشي داخلها فيري لو دنسي لايبوبروتين جايه من الليفر، الليفر بعت لها في ال دي ال ماشيه في الدم عشان الجسم ياخد منها الفاتي اسيد اللي هو عايزه. الجسم بيفك الفاتي اسيد بانزيم اسمه لايبوبروتين لايبيز، يبقى الليبيد اللي كانت مخليه الدم مش كلير اتفكت وخدت منها فاتي اسيد عشان استخدمه، فهذا الاكشن اتسمى لايبيميا كليرنج فاكتور. هو نفس الاكشن اللي بتعمله مجموعه الفايبريت اللي بعالج بيها الهايبر لايبيديم. الاكشن الثالث انه فازو دايليتور اكشن. فازو دايليتور ممكن يوسع لي البلاد فيسل اللي فيه الثرومبس نفسه، وده بيخلي الثرومبس يحصل لها رابيد كاناليزيشن لانه بيعمل كراكنج في الثرومبس، فالمواد اللي بتكسر الثرومبس تقدر تدخل داخلها. وفازو دايليتور للبلاد فيسلز الاخرى اللي هي بسميها الكولاترال، اللي بتدي بلاد سبلاي للمكان اللي اتقفل عنه البلاد سبلاي بالثرومبس. الفارماكوكاينيتكس بتاعت الهيبرين، الهيبرين لانه صلفيت الميوكو بوليساكرايد كبير ما بيحصلوش ابزوربشن، بالعكس ده بيتكسر بالاتش سي ال بتاع الاستومك، وهذا لا يعني وهذا يعني انه ما بيتاخدش اورال، لازم يتاخد انجكشن. عندي نوعين من الهيبرين في السوق، الهيبرين صوديوم والهيبرين كالسيوم الكالسيفالي. الديستريبيوشن ايضا لانه جزء كبير بيبقى ريستريكتد داخل البلاد، ما بيسيبش البلاد فيسل، وبالتالي الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعه بيبقى ايكوال للفوليوم بتاع البلاد، ما يقدرش يدخل عن طريق البلاسينتا للجنين، وما بيقدرش يعدي الميلك في الأم اللي بترضع عشان يوصل للطفل اللي بيرضع، وده بيخليه سيف في البريجنانسي وسيف في اللاكتيشن.
الاليمينيشن ما احناش عارفين كتير عنه، لان الهيبارين مش جزيء واحد، ده جزيئات كتيرة، ولكن في حوالي 80% بيحصل لهم ميتابوليزم في الليفر، وايضا في الريتيكولو اندوثيليال سيلز. بيتكسر الهيبارين بسرعة جدا، والهاف لايف بتاعته قصيرة، في بعض الريفرنس بتقول انها ساعة ونص، في بعض الريفرنس بتقول 4. الديوريشن اوف اكشن بتاع الانجكشن الواحدة ممكن توصل لحد 4 ل 6 ساعات، يعني معناه ان انا هكرر الهيبارين ده مرات عديدة، او هضطر اديه بالانترافينوس انفيوجن. الادفرس افكتس اللي بيعملها الهيبارين، اول واهم ادفرس افكت هو البليدنج او الهيموريدج، وده اكستنشن من الفارماكولوجيكال اكشن بتاعه. لو انا عايز الهيبارين ما يحصل البليدنج ما يحصلش، انا مضطر ان انا اتابع الهيبارين بتحليل اسمه اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، ده بيتست الانترنسك باث واي اللي اشتغل عليه الهيبارين. النورمال اي بي تي تي بيبقى حوالي 30 ل 35 سكند. لما بدي الهيبارين بيطول الاي بي تي تي، مش مسموح انه يطول اكتر من 2 لـ 2.5 النورمال، يعني لو كان 30 ممكن اديه لحد ما يبقى 60، وكده يكفي عشان احصل على الفارماكولوجيكال اكشن. لو زاد الاي بي تي تي والعيان دخل في نزيف، العلاج هو البروتامين صلفيت. البروتامين صلفيت شايل شحنه موجبه، وبالتالي بينيوتراليز الهيبرين اللي موجود، ولازم ادي منه كميه قد كميه الهيبرين اللي فاضله في الجسم ساعه ما بحقنه، لان لما بيزيد البروتامين صلفيت هو نفسه بالبوزيتيف تشارج بتاعته بيشتغل انتي كواجولانت. الادفرس افكت الثاني هيبرين انديوزد ثرومبوسايتوبينيا. الثرومبوسايت هي البليتلت، والثرومبوسايت تقل يبقى ثرومبوسايتوبينيا، وفي منها نوعين، نوع بيحصل بدري وده ما بيخوفنيش، ونوع بيحصل ديليد اسمه هيبرين انديوزد ثرومبوسايتوبينيا او هيت، وهذا النوع هو المهم وهنتكلم عنه بالتفصيل في السلايد اللي جايه. هيماتوما ات ذا سايت اوف انجكشن، دي عاده بتحصل لو انا ما ضغطتش على مكان الحقنه لحد النزيف ما يقف، ولهذا السبب ما بديش الهيبرين ابدا انتراماسكولار. لو اديته انتراماسكولار بيبقى صعب عليا ان انا اضغط على مكان البليدنج عشان اوقف النزيف. يعني الهيماتوما دي ادفرس افكت لازم ما يحصلش لو انا حقنت الهيبرين صح. هير لوس واوستيوبوروزس بيحصل لو استخدمت الهيبرين لفتره طويله، وده عاده بيبقى في الحوامل. في الحامل لو احتاجت انتي كواجولانت انا بضطر اديها الهيبرين لفتره ليست بالقصيره، والحامل اصلا هرمونات الحمل بتبقى عامله لها سقوط في الشعر، وبتبقى الطفل الجنين بيسحب الكالسيوم منها عشان ينمو، فبيبقى عرضة للأوستيوبوروزس أكتر من غيرها. هايبر سينستيفيتي، حساسية للهيبرين. الهيبرين ممكن يعمل لي جنراليزد أرتكاريا زي ما احنا شايفين في الصورة اللي فوق، ممكن يعمل لي ماكيولو بابيولار إكزانسيم أو ماكيولو بابيولار ريش، نقط إليفيتد وحمراء. نادرا ما يؤدي الهيبرين للحساسية، لأن الهيبرين فورين بروتين جايبينه من الأوكس لانج، وبالتالي من الأفضل إن أنا قبل ما أديه إن أنا أعمل اختبار حساسية. آخر حاجة إن بعد ما أخلص الدوز بتاعت الهيبرين، الثرومبوس اللي حصل لها كاناليزيشن ترجع تاني، ريكارنس أوف ثرومبوزس. نيجي بقى نتكلم على الهيت او الهيبرين اندوسد ثرومبوسايتوبين. لو خدنا جزيء الهيبرين البروتين الكبير ده، الجزيء ده بيمسك في حاجات كتيره من اللي موجوده في الدم، منها البليتلت فاكتور 4، فيديني هيبرين بليتلت فاكتور 4 كومبلكس، وهذا الكومبلكس ممكن يكون الجسم عمل له انتي بودي، الانتي بودي في شكل حرف واي ايمينوجلوبولين جي، يبقى بقى عندي هيبرين بليتلت فاكتور 4 اميونوجلوبولين جي كومبلكس. الكومبلكس ده بيقدر يمسك فيه ريسبتورز موجوده على سطح البليتلت عن طريق الاميونوجلوبولين جي، لما يمسك فيها
بيخلي البليت تطلع المواد اللي جواها، اعمل بليت اكتيفيشن وريليز، واشهرها السيروتونين والادينوزين دايفوسفيت، ودي بتروح على بقيه البليتلتس تعمل لها ستيميوليشن فتؤدي الى البليتلت اجريجيشن. يعني معنى كده الهيبرين هيديني جلطه تانية. البرزنتيشن بتاع الهيت عكس ما الناس متوقعه، البرزنتيشن ما هواش بليدنج، البرزنتيشن بيبقى البليتلت كاونت بتقل. ولو تابعنا عيان خد الهيبرين لمدة 24 يوم اهو، بعد الحقنة الأولى وشفنا عدد البليتلت بيجرالها ايه، بنلاقيه بالشكل ده. ايه السبب؟ أول جزء ده اللي هو حرف ايه، البليتلت نزلت، وسبب النزول العيان ده كان عامل عملية وبياخد فلويد ترانسفيوجن، فعملنا هيمو دايليوشن للبلاط فنزلت البليت. ابتدينا ندي الهيبرين 10,000 انترناشونال يونت بير داي، 10,000 انترناشونال يونت يعني بتساوي حوالي 100 مللي جرام. ايه اللي حصل؟ على اليوم السادس او السابع ابتدى البليتلت تقل. البليتلت بعد ما رجعت نورمال تاني ابتدت تنقص من اليوم السابع، فهذا السبب قلنا ديليد، هو ده الهيت. على اليوم ال 12 اللي هي نقطة سي ابتدت أعراض الديب فينا ثرومبوزس تحصل عند المريض ده. البرزنتيشن بتاع الهيت هو ثرومبوزس وليس بليدنج. على اليوم ال 18 لل 20 خد حقن هيبرين تانية، فنزل البليتلت كاونت مرة تانية بعنف. اضطرينا هنا ان احنا نوقف الهيبرين وندي دواء بديل للهيبرين انتي كواجولانت ما يحصلش معاه هيت. العيان ده كان خد دواء اسمه ليبيرودين، فابتدى البليتلت تعلى تاني. كملنا له بعد كده بوارفرين لان هذا الدواء كان انجكشن. نيجي بقى نشوف لو احنا خدنا الاجزاء القصيره من الهيبرين، اللو مولكيولار ويت هيبرينز، المولكيولار ويت بتاعها بيتراوح من 4000 ل 5000 عكس الهيبرين كان بيوصل ل 30,000. يا ترى ايه اللي استفدناه من كده؟ اول حاجه لما خدنا الجزيئات الصغيره دي ما بقتش تقدر تعمل انهبيشن للثرومبين، بتعمل انهبيشن لفاكتور 10 بس، يبقى معنى كده ان ده اضعف من الهيبرين في الاكشن. لكن دي فايده لنا ليه؟ لما عملنا انهبيشن لفاكتور 10 بس حصلنا على فائده، هنشوف في السلايد اللي جايه. الانوكسابارين الشهير بالكليكسان هو اشهر مثال لللو مولكيولار ويت هيبرين، واللو مولكيولار ويت هيبرين عاده بيتباع في انجكشن ريدي بريبير بحيث العيان يحقنها ويرميها. نشوف بقى ايه اللي استفدناه من كده. اول حاجة ما بقاش بايند للثرومبين، فبقى بيشتغل فاكتور اكس انهيبيتور فقط، وده خلاني مش محتاج اعمل له مونيتورنج في اغلب الحالات، مش محتاج اعمل اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، لان الاكشن بتاعه اضعف من الهيبرين والبليدنج معاه هيبقى اقل. تاني حاجة ليس لايبل للنيوتراليزيشن بحاجات ماشيه في الدم زي البليتلت فاكتور 4. لما كان بيحصل له نيوتراليزيشن كانت البايو افيلابيلتي بتاعته بتقل، الكميه اللي هتشتغل منه بتقل. ولما كان بيمسك في البليتلت فاكتور 4 كان بيعمل هيت، يبقى هنا لا ده لسه بيعمل هيت بس اقل. ليه؟ لان لسه بيحصل له نيوتراليزيشن بس لدرجه اقل. يبقى العيان اللي يجيله نزيف اللي يجيله ثرومبوسيتوبينيا من الهيبرين ما اقدرش ابدله باللو مولكيولار ويت هيبرين. كمان ما بيمسكش في الماكروفاج والاندوثيليال سيلز ليس بايندنج، ولما كان بيمسك كانت بتسحبه الريتيكولو اندوثيليال سيلز وكانت تعمل له ميتابوليزم سريع، فالديوريشن اوف اكشن بتاعته بقت اطول، البيولوجيكال هاف لايف بتاعته اطول، يشتغل لفتره اطول، وده بيخليني اديه من مره لمرتين في اليوم بدل ما كنت بديه مرات متعددة.
بيتاخد بالسبكوتينيوس انجكشن. ممكن يعمل لي هايبر سنسيتيفيتي زي الهيبرين، ودي صوره العيان عنده انديوريتد بليكس مع فيزيكال بليك، يعني حته كبيره انديوريتد يعني مجرمزه وعليها فيزيكال، وده بيخليني ان انا لازم اخد بالي من الحساسيه بتاعت الدواء ده، ولو العيان عنده حساسيه ما ياخدوش تاني. اخر حاجه لو العيان نزف مني ما اقدرش اعالجه ببروتامين سلفيت زي ما كنت بعالج نزيف الهب.